بتحس بحب الناس على مدار اليوم، فاهمة قصدي؟ غير انك مثلا زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، فكان الممثل بيعرف قد ايه الناس بتتابعه وبتحبه من الشارع بس. دلوقتي السوشيال ميديا بتقرب المسافة، بتخلي الناس تقول لي، بيبعتوا لي مسجات في الكومنتس. في نفس الوقت طبعا في ناس بتعمل نيجاتيف كومنتس كتير، فده بتعملي ايه طيب؟ تضايق. كنت بتضايق بس دلوقتي خلاص ما بقتش اخلي الموضوع يأثر فيا. واشتغلت على نفسي في صحتي النفسية يعني والعقلية، لان كان الموضوع جملة دي مهمة قوي. عملتي كده ازاي؟ رحت اللايف كوتش. لاني خلاص بقى كنت عايزة احل المشكلة دي بيني وبين نفسي، ان انا ما اتأثرش بكلام الناس النيجاتيف ده. وكمان الحلو في السوشيال ميديا صراحة انك اي شغلانة انت بتشتغليها، انت لما مثلا على الانستجرام بتحطي شغلك او كده، فالناس بتتعرف عليك كأنه البورتفوليو بتاعك، فهم قصدي؟ طبعا انت معين عارفة ان انت في عدد كبير جدا من البنات بياخدوكي مثل اعلى ليهم. ايه الاسئلة اللي دايما بيسألوها لك؟ يعني ان انت عايزة كل حاجة، انت البنات الصغيرة بتموت فيكي ده بجد، وايه ده، وازاي امورة كده، ازاي لابسة كده، ازاي شكلها حلو، هي بتتكلم كده ازاي. فانت في ناس كتير من البنات دي واخدينك مثل اعلى، ايه الاسئلة اللي بيسألوها لك على السوشيال ميديا؟ انا كمان بحبهم على فكره قوي، بحب اقابلهم كمان وبحب اتصور معاهم، خصوصا البنات اللي قدي والاصغر، يعني في علاقه كده ما بيننا انا بحسها وهما كمان بيحسوها، فاهمه؟ بحس ان انا قريبه منهم، ان انا مش حد بعيد عنهم، فاهمه قصدي؟ بحس ان انا شبههم، هما شبهي. ايه الاسئله اللي بيسالوها لي؟ يعني بيفضلوا يسالوني ازاي ابقى، يعني ازاي امثل زيك، فبرد عليهم بقول لهم يعملوا ايه. بيسالوني برضو، يعني هي معظم الاسئله عن كده، اللي هو انت ازاي بقيتي تمثلي. بيسالوني على شعري، يعني بيسالوني كمان على مظهري. انا يعني كمان هسالك النهارده رسمه العين. انا اللي عاملاها. رسمه جديده ولونها ازرق انت اللي عاملاها؟ انا اللي عاملاها. يعني انت من الناس اللي ممكن هي تجهز نفسها، هي تحط الميك اب وتعمل شعرها والحاجات دي؟ كتير بعمل كده. عمرك عملتي كده على ريد كاربت؟ ريد كاربت لا، بس في مسلسلات. يعني مسلسل ايه طب اللي انت قلتي انا المشهد ده هتكون حرب اهليه؟ كنت بحط لنفسي كل الميك اب. طب ليه؟ طب يا ميان، ما انا في الاخر انا نجمه برضو في المسلسل، ما انا اقعد كده ويجي البكري يعمل لي كده وارجع انا في الوقت ده اعمل حاجه تانية، ده افورت بالنسبه لك زياده برضو. بصي انا ساعتها عملت كده علشان انا ما كنتش حابه اصلا احط ميك اب، يعني انا بحس في ادوار مش محتاجه ده، في ادوار بقى ببقى عايزه اجرب فيها والعب فيها. فمثلا في الفيلم بتاعنا هاشتاج جوزني كان معايا ميك اب ارتست شاطره قوي اسمها مريم فاروق، وهي اللي كانت عامله لي كل اللوكس بتاعت الفيلم. طبعا مبروك، دي اول بطوله. يعني نقدر نقول ايه، خايفه ولا اخبارك ايه، ولا جاهزه ولا عامله ايه؟ لا متحمسه وعندي بصراحه امل كده، وحاسه انه ان شاء الله هيعجب الناس، والكاست كان جميل والمخرج كان جميل والورق نفسه كان جميل، فحاسه لا ان الناس هتتبسط واحنا كمان هنتبسط بشغلنا ان شاء الله. هاشتاج جوزني اسم كاتشي قوي. انا عارفه ان هو اتغير اكتر من مره بس خلاص هو ده. والقمر اللي انتم شايفينه ده غير القمر اللي قاعد ده، في قمر تاني على البوستر وانا عروسه. وانت